مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج 45 دقيقة ليوم الأحد الموافق 2 من نوفمبر 2014. الحقيقة لم يعد التدخل الخارجي المباشر وغير المباشر في الشأن العربي سرا تحرص عليه الأطراف المعنية، بل صار واقعا مخيفا واستراتيجية معلنة تهدد مصير كثير من الدول العربية. ما نشهده يوميا من أحداث إرهابية نلاحظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجاب عنها، وربما لم يلتفت الكثيرون لكلماته عن الإرهاب وهو يتحدث إلى صحيفة عقاز السعودية أو في حوار لوكالة الأنباء الكويتية، حيث قال رئيس إن مواجهة الإرهاب يجب ألا تكون أمنية فقط بل من خلال التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي. وهذا الذي قاله السيسي هو فصل الخطاب في مواجهة الإرهاب، إنك بالتنمية بشقيها ستقضي على البطالة أو على الأقل ستقلل من حدة هذه المشكلة، وبالتالي تجفف منبعا خصبا يستمد منه الإرهابيون زادهم وزوادهم. هذا المنبع هو شباب الغاضب. الناس دي يعني قد كده شايلة أرواحها على كفوفها عشان إحنا نقدر نعيش بشكل آمن. الناس دي بتضحي بحياتها علشان خاطر المصري يعيش. معاكو وعينكو على حماية مصر وعلى كل لحظة وقفتوها في حراسة شعب مصر وأرض مصر، وإن شاء الله ربنا يكتب لكم الأجر والثواب على اللي انتوا بتعملوه. بقول لهم ما حدش هيضيع الإرهاب من مصر غيركم، انتوا رجالة مصر. احنا بنبقى في بيوتنا قاعدين نايمين مطمنين ان في رجالة ورانا بتحمينا، ماسكين السلاح ما بيناموش، واقفين على أرض صلبة قلبهم ميت، ما بيعرفوش يعني ايه كلمة خوف، عشان هم بيحبوا البلد دي، بيعشقوا ترابها. كلنا خدامين مصر، كلنا خدامين تراب مصر، والرجالة دي هي اللي هتقوم على رجليها تاني، وهم اللي هيمشوا الإرهاب وأي حد خاين ملوش مكان وسطنا. استمرار لجهود القوات المسلحة في التصدي للإرهاب الأسود والقضاء على البؤر الإرهابية في سيناء، فقد نفذت صباح اليوم الهليكوبتر الهجومي المسلح من طراز الأباتشي عددا من الهجمات الجوية استهدفت الأوكار والبؤر الإرهابية بمناطق العريش والشيخ زويد بشمال سيناء. وقد أسفرت العمليات عن تدمير مجموعة من مخازن الأسلحة والذخائر وعدد من المركبات التي تستخدمها الجماعات التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإجرامية ضد عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة المدنية. ما أحوج مصر والعالم الإسلامي اليوم إلى خطاب ديني عصري مستنير يؤكد التسامح ويحارب الجهل والأمية الدينية والتعصب الأعمى الذي يسود أوساط بعض المتطرفين والمنغلقين على أنفسهم.
إذا تأملنا ما يدور في بلدان من أحداث وما يجري في العديد من الدول العربية والإسلامية الأخرى مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن، فإن أجزاء كبيرة مما يجري بين المسلمين وبعضهم إنما يعود إلى غياب الخطاب الديني المستنير وجهل هؤلاء الشباب الذين يشكلون الميليشيات المسلحة المتقاتلة بصحيح الدين الإسلامي، وعدم وعيهم أيضا وقصور إدراكهم لمخططات ومؤامرات القوى الكبرى التي الحقيقة تبحث عن مصلحة فقط، حتى لو كانت على أشلاء بعض الدول أو حتى على جثث بعض الشعوب. الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد مؤخرا في سيناء من جانب الحركات التكفيرية وكذلك مشاهد العنف التي تختلقها جماعة الإخوان الإرهابية في الجامعات وأيضا في الشارع المصري، كل هذا على يد جماعة تطرفت دينيا وتلحفت بستار الإسلام وجعلت نفسها متحدثة باسمه. كل هذا دفعنا إلى طرح تساؤل مهم، هل القضاء العسكري كفيل بردع من تسول له نفسه القيام بأعمال إجرامية متطرفة؟ حول هذا الموضوع بينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء السيد هاشم المدعي العسكري السابق وأيضا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية القانونية لقانون العقوبات. يعني بعد التحية وفي البداية فندم، هل القضاء العسكري كفيل بردع من تسول له نفسه الآن القيام بأي أعمال إجرامية متطرفة؟ مساء الخير يا سنور، وتحياتي لشهديتي الأفاضل. الحقيقة أن المعركة متشعبة الأطراف والأبعاد وهي قاسية ومستمرة لفترة من الوقت. الإرهاب في بلادنا كما حدث في بلاد كثيرة وكما كان له سوابق معنا، نحن قادرون على تحريفه إن شاء الله. أقول أن وسائل مكافحة الإرهاب إنما هي القانون واحد منها، والمحاكمات العسكرية أيضا مكملة للقانون في هذا، ولكن هناك كما رأيت وكما قدمت هناك معارك عسكرية طاحنة تدور فينا الآن. هناك وعي إعلامي بما تقوم بتقديمه أنتم رجال وسيلة الإعلام بأفضل ما يكون، هناك منابر ورجال الدين الذين يشرحون المفاهيم الدينية. دعيني يا سيدتي أقدم باسم ما يتعلق بالقانون والقضاء العسكري. المشكلة التي عانينا منها أن كان هناك حكم في إجراءات التقاضي لا يوجد تقصير من جانب رجال القضاء العام، فهم يعملون ليل نهار ويسجدون، ولكن طبيعة العمل وزخم العمل لديهم ونوع الأعمال اللي بيؤدوها. إحنا في القضاء العسكري عملنا قاصر على الدعوة الجنائية، بينما هم يقومون بالدعوى الجنائية والدعوى المدنية والأحوال الشخصية وقضايا العمال وقضايا التعويضات. نعم. مئات الأنواع من القضايا وملايين القضايا تطرح عليهم. القاضي المصري يخرج من دائرة جنائية يخش دائرة مدنية، يخرج منها يخش دائرة عمال، يرجع يشوف دائرة إرهاب، يرجع يشوف دائرة تكتيك حد المتهمين، بينما القاضي الجنائي العسكري متفرغ لدعواه فقط، هو لا يعمل إلا في إطار الدعوة الجماهيرية. هذه واحدة. يضاف إلى هذا أن القضاء العسكري قضاء خاص لا يجوز الابتعاد أمامه بالدعوة المدنية، أي قضايا التعويضات الناجمة عن ارتكاب الجرائم الجماهيرية سواء كانت إرهابية أو غيرها. الدعوة المدنية كثيرا ما تعطل الفصل في الدعوة المدنية. وخلينا نرجع في الذاكرة إلى المحاكمات التي السياسية التي جرت وكيف تكلفأ عديد مئات من رجال القانون المحامون يمثلون المدعين بالحق المدني، وكل منهم يقف أمام المحكمة وبيده صحيفة الدعوة، له طلبات وله شهود إلى آخره. كل هذه كانت تعطل الفصل في الدعوة. نعم. شكرا جزيلا سيدة اللواء، وصلت الفكرة. السيد اللواء السيد هاشم المدعي العسكري السابق وأيضا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية القانونية لقانون العقوبات. بنجدد التحية لكم مشاهدينا الكرام. بالطبع بنرى أنه تنوعت رؤى ووجهات نظر القوى السياسية في مصر حول نتائج انتخابات البرلمانية في تونس والتي تراجع فيها حزب النهضة، الذراع السياسي لحزب النهضة الإخواني والذي يتزعمه راشد الغنوشي للمركز الثاني بعد حزب نداء تونس. واعتبر البعض أن الشعب التونسي رفض حكم الإخوان وأيضا
سياساته ولذا اتجه للقوى الليبرالية بعدما شاهدوه أو ما شاهدوه من ممارسات سيئة تجاه المواطنين، وكانت التجربة المصرية نصب أعينهم. أما في مصر فما زال طريق الوصول إلى برلمان مصر الثورة هو الأهم وهو الأصعب في وقت محفوف بصراعات حزبية عميقة وتسابق أيديولوجي على أعلى مستوياته. وده يؤكد أن القادم على حشد أكبر كتلة حزبية وسياسية عبر تحالف انتخابي وتنسيقي هو هيكون صاحب الجزء الأكبر في كعكة المجلس المنتظر. والآن معنا في الاستوديو معكم الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أهلا بحضرتك. معنا يعني السؤال اللي بيطرح دائما من الشارع المصري الآن، هل بالفعل ستجرى الانتخابات البرلمانية وأيضا متى ستجرى؟ يعني أولا بداية مساء الخير، واسمحوا لي يعني أن أنا أحيي فريق الإعداد على التقرير اللي وارد علينا دلوقتي، لأنه ده كشف حقيقة معدن الإنسان المصري. الناس اللي بتتكلم يعني فاهمة أكتر من الناس اللي عاوزة تترشح، فده أمر يعني يدينا نوع من الاطمئنان الكبير جدا على مستقبل الحياة السياسية والبرلمانية في مصر في المرحلة اللي جاية. أما سؤال حضرتك، هل ستجرى انتخابات؟ نعم ستجرى انتخابات. إحنا عندنا استحقاق ثالث لخريطة مستقبل طريق ثورة 30 يونيو، خلصنا استحقاقين الدستور وانتخاب الرئيس، وبقي انتخاب البرلمان. هتجرى إمتى؟ تجرى حاليا الاستعدادات ليها، وبإذن الله الانتخابات هتكون بعد مؤتمر الاقتصادي بتاع شرم الشيخ اللي هو هيعقد في فبراير القادم. لجنة الدوائر شغالة حاليا، هتنتهي من قانون تقسيم الدوائر على نهاية هذا الشهر، هيرسل لمجلس الدولة وقسم الفتوى في التشريع لازم يراجع هذا القانون جيدا، وبعد ما يخلص يروح مجلس الوزراء يوافق عليه ويرفعه لرئيس الجمهورية لاعتماده كقرار بقانون وتبلغ به اللجنة العليا للانتخابات. بكده يبقى استكملنا كل الإجراءات اللوجستية. عندنا قانون 46 و47 لسنة 2014 اللي مضاهم المستشار الجليل عادل منصور اللي هو قانون مباشر للحقوق السياسية وقانون الانتخابات، فلازم في ثلاث قوانين أساسية بتحكم العملية الانتخابية. في قانونين طلعوا موجودين وناقص هذا القانون الثالث، ومجرد هذا القانون الثالث ما يطلع هنبدأ بقى إجراءات أخرى الناس هيشوفوها على الأرض. لكن أنا في تقديري الشخصي وفي ضوء كل الإجراءات اللي احنا شايفينها إن احنا على فبراير القادم يعني الحكم هيصفر ببدء الانتخابات، مش معناها اليوم اللي الناس هتروح تنتخب فيه، لكن في بدء الانتخابات في حاجة اسمها قرار بيصدر بدعوة الناخبين، ثم قرارات بتصدر لفتح باب الترشيح، ثم قرارات لفحص أوراق المرشحين، وبعدين الطعون على أوراق المرشحين. يعني في سلسلة من الإجراءات، وبعدين في مراحل للمصريين في الخارج، ثم في مراحل للمصريين في الداخل، والانتخابات تجرى على مرحلتين أو على ثلاث مراحل، وربما تحدث طعون أمام المحكمة الدستورية في هذه القوانين، فمن حق المحكمة تبت فيها خلال 45 يوم. لكن كل هذه الإجراءات سنراها على الأرض وواقعيا بمجرد صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. يمكن يا أستاذ محمود يعني المصريين أصبحوا متمرسين على مسألة تصويت في الانتخابات ومسألة الديمقراطية، وده لاحظناه في العديد من الاستحقاقات التاريخية التي أجريت بعد ثورتين متتاليتين. لكن إيه المتوقع يكون شكل البرلمان القادم، وهل هيلبي طموحات الفئات المختلفة من الشعب المصري؟ اولا البرلمان هو افراز شعبي، يعني الشعب بينتخب وما بيتعينش زي رئيس الجمهوريه، افراز شعبي. عندما اختار 23 مليون مواطن مصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء الرئيس ليلبي مطالب وطموحات الشعب، وبالتالي البرلمان اللي جاي ده هيعبر عن ثورتي 30 يونيو و25 يناير. برلمان هيبقى فيه مزج بين القديم والجديد، مش هيبقى زي الناس ما عامله فزاع القديم. برلمان لن يضم اي اخواني بأي شكل من أشكال أو من الوجوه، لأن الشعب المصري خلاص واعي وذكي، ومش هيقبل الجماعة دول يتسطروا ولا يخشوا تحت أي ستارة من الستار هيتصدى ليهم وهيسقطهم بصناديق الانتخابات. فالبرلمان القادم هيبقى برلمان يحوي توليفة كاملة من قوى المصريين وأطياف المصريين، ويعبر عن طموحات وتطلعات المصريين، وبالتالي نحن لا يجب أن نقلق كثيرا أو حتى نقلق قليلا من شكل البرلمان القادم، لان احنا اللي هنجيب البرلمان اللي جاي، هم المصريين اللي هيجيبوه. هل احنا متخيلين المصريين يجيبوا حاجه وحشه؟ لا، المصريين هيختاروا ناس
يستحق أن يكونوا نواب في البرلمان. ولكن الفكرة أستاذ محمود يعني حتى الآن لم تقم بعض الأحزاب السياسية وبين قوسين حتى الأحزاب التي أنشئت بعد الثورة بأي آليات أو برامج للوصول إلى فئات الشعب المصري، ده أولا. ثانيا فكرة التحالفات التي يتحدث عنها البعض الآن، فكرة تحالفات على مقاعد تصل إلى 120 مقعد، وبالتالي هي نسبة ليست بالقليلة، هي 20% من المجلس. كيف ترى هذه التحالفات، وهل هذه التحالفات هي التي سوف تسيطر على العملية الانتخابية؟ أولا بداية حقيقة وعلى الأرض لسنا لدينا تحالفات، ما عندناش تحالفات بالمعنى الحقيقي لكلمة تحالف، لا بالمعنى القانوني ولا بالمعنى السياسي ولا بأي معنى من معاني. إحنا عندنا تحالفات إعلامية وصحفية، يعني شوية ناس بيظهروا إحنا عاملين تحالف سين تحالف صاد، لكن التحالف الحقيقي هو تكتل لقوة سياسية اجتماعية اقتصادية بتملك رؤية وبتملك هدف وعندها مقاومات وآليات. يعني أي تحالف بين أحزاب، يعني أحزاب عندها قدرات، عندها مقرات على الأرض، عندها أزرع وآليات تشتغل بيها، عندها مرشحين. كل ده تفتقد جميع الأحزاب المصرية الموجودة حاليا على الأرض. الأحزاب مجرد، أنا أعلم أن هناك 60 حزب في مصر تضم رئيسها فقط، معهوش واحد تاني. 60 حزب، ولو سمح الوقت أن أنا أعد، ولو جم 60 قدامي أقول له اديني أسماء 10 معاك عشان نبحث عنهم، مش معهوش اللي هو بس. لأن إحنا عندنا الناس اللي عملت بعد ما اتفتحت قيام الأحزاب بعد الثورة، الحزب أصلا وسيلة مش غاية. أنا بعمل حزب عشان أحقق بيه حاجات، انما مش بعمل حزب عشان ابقى رئيس حزب. طبعاً. اروح اجمع توكيلات واصرف فلوس، وبعد ما اعمل التوكيلات احنا عندنا حزب، انا مش عايز اقول اسماء، والله عندنا 60 حزب ما فيش الا رئيسهم او عيلته اللي موجودين معاهم فيه. يعني دي كارثه. وبالتالي التحالفات اللي احنا بنسمع عليها، ولازم يكون المشاهد عارف، هذه تحالفات شكليه ورقيه تلفزيونيه، انما على الارض ما فيش، ما عندهمش اليات. لكن لما نيجي بقى نقول على الشكليه، نقدر نقول عندنا تحالف سين وصاد وعين وبتاع، لكن هم في الاخر ما عندهمش حاجه، ما عندهمش مرشحين. يعني هل تعتقد التحالف يعمل تحالف وما عندوش مرشحين يروح يشحت مرشحين او يروح يشتري مرشحين؟ الاحزاب الان بتشتري ناس عشان تخش عندها الاحزاب ويمضوها على استمارات وبيقعدوها ان هم يديهم فلوس عشان يرشحوه. هذه ليست تحالفات، لا علاقه لها بالعمل السياسي ولا باسلوب العمل السياسي. بقول لحضرتك 60 حزب، ويا ريت تعملوا حلقه في 45 دقيقه احزاب الفرد الواحد او احزاب الشخص الواحد، ونقدر نحدهم ويجي يقول لي اللي عنده فين، عنده كم مقر؟ مش هتلاقي عنده ولا مقر في مصر. في حزب ما بقاش عنده مقر واحد؟ احزاب ليست لديها صحف تعبر عنها وقالت به العمل السياسي ان الحزب لابد يكون له بوك اعلامي بالكلمه كده، ما عندهمش كوادر. يبقى دي ازاي تسميه حزب؟ يعني ده في اشخاص في مصر اشهر من الاحزاب، منتشرين من الاحزاب. اذا يعني الاحزاب السياسيه حتى الاحزاب المصريه المعروفه يعني لن تقوم بدور في البرلمان القادم من وجهه نظر حضرتك. وماذا ايضا عن الحزب الوطني المنحل، ومعروف بالطبع انهم منظمين ومعروفين في الدوائر؟ ليس لدينا حزب وطني حاليا على الاطلاق، طالما قلت منحل يبقى خلاص يعني مات. ولكن الشخصيات التي تتبع هذا الحزب ما زالت موجودة. هناك فرق بين الشخصيات داخل هذا الحزب، رموز وقيادات اختفت واعتزلت واعتذرت، وأشخاص تنتمي لعائلات وعصبيات، هؤلاء مصريين لا يمكن أن أقصيهم، لأن دول بينجحوا نجحوا في ظل الإخوان بعائلاتهم وعصبياتهم، لكن ما بينتمش ولم يرتكب جريمة ولم يرتكب إثم ولم يرتكب فساد. هذا شخص خدم دائرته وينتمي إلى عائلة سين أو عائلة صاد. ده دول النهارده اللي الاحزاب كلها عايزه تاخدهم، بما فيهم حزب النور عاوز يضم الناس دي عشان يضمن نجاح. انا راجل بنتمي لعائله مثلا نفادي، عائله كبيره في اسيوط في البداري، كل الاحزاب بتسعى لها تعالى ترشح، زي ما كان الحزب الوطني بيسعى اليهم برضو. قبل كده الحزب الوطني كان بيسعى لمين؟ الحزب الوطني عاوز يبقى معاه ناس، بيسعى للعائلات والعصبيات اللي يضمن يجيب بيها كراسي، والاحزاب بتفعل نفس الشيء. فانا عاوز اقول ايه؟ يعني عندما نتحدث عن فزاعة أو شماعة، عودة الحزب الوطني هذه فزاعة أو شماعة يجب أن نستبعدها جانبا بأي حال، لأن ما فيش. الحاجة الثانية، النهاردة بعض الناس في حزب الوطني المنحل اللي هو انتهى انضموا لأحزاب أخرى قائمة، يعني ارتدوا شكل آخر بتاع الأمر. الثاني
ما كان يرتكب الحزب الوطني كان يرتكبه من الرأس وليس من الجسد. الرأس كانت هي الفاسدة وهي اللي ترتكب الفساد وهي اللي تطبق السياسات. وبالتالي النهاردة من كان ينتمي للحزب الوطني مجموعتين، مجموعة اعتزلت واعتذرت ومش داخل الانتخابات تاني خلاص، يعني كفى المؤمنين شر القتال وخدوا ما يكفيهم. وبالنسبة للأحزاب التي لديها صبغة دينية زي حزب النور، الأحزاب التي لها صبغة دينية كل يوم بتخسر أكتر في الشارع وبيسحب رصيدها. يعني ما حدث في تونس ستكون له انعكاساته، وحضرتك أنت قلتيه في الاستدلال في المقدمة، سيكون له انعكاساته على كل من يرفع شعار الدين ويخلطه بالسياسة والانتخابات القادمة. أنا في تقديري الشخصي الانتخابات القادمة البرلمان 420 فرد وماشي 540 واحد، كل من ينتمي إلى الأحزاب الدينية في مصر لن يزيد عددهم عن 40 واحد. حضرتك ذكرت نقطة هامة، المقاعد الفردية تصل إلى 420 مقعد فردي. كيف ترى هذه النسبة في برلمان مصر القادم، والذي يعني بنرجو أنه هو يشكل من كافة فئات الشعب المصري اللي عايزة فعلا أن مصر تتطور وتتقدم إلى الأمام؟ بص حضرتك، أنا ليه تشبيه، إحنا عشنا في حياتنا السياسية دائما في برلمانات كنت بسميها برلمان جلد الأسد. برلمان جلد الأسد ده اللي ليه لون واحد وطيف واحد، يعني حتى بعد 25 يناير جه برلمان برضو جلد الأسد كان تيار إسلامي فيه، إخوان ونور كانوا هم اصحاب الاغلبيه. البرلمان القادم هو برلمان جلد النمر اللي هو بقع كده ورقع كده تلاقي فيه، فهيكون لدينا هذا البرلمان، وبالتالي المستقلون هم اصحاب الاغلبيه في البرلمان القادم. يعني انا توقعي الشخصي من 540 مقعد هيكون المستقلون من 250 ل 300 واحد في هذا البرلمان. تمام. الحقيقه سادت حاله من الغضب بين غالبيه الاحزاب ذات الكتلة التصويتية الأكبر من رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري بسبب تصريحاته الأخيرة اللي أدلى بيها بأنه هيخصص 100 مقعد من 120 مقعد المقررة للقوائم المستقلين. السؤال هنا أستاذ محمود، ما هو دور الجنزوري في الانتخابات البرلمانية القادمة؟ أنا بس عاوز أسأل سؤال، مين اللي قال إن إحنا عندنا أحزاب ليها كتلة تصويتية أكبر؟ يعني إيه هي الأمارة؟ إيه الدليل؟ أنا بحسب الكتل بناء على المقاعد تحت القبة. يعني ما يكون حزب ليه 100 مقعد أقول ده ليه كتلة كبيرة، ليه 200 يبقى ليه كتلة أكبر، ليه 50 يبقى كتلة أقل. إحنا في مرحلة ما عندناش برلمان، ما أقدرش حزب يجي يقول لي ده أنا عندي 5 مليون صوت، هم فين يا سيدي؟ عندي مليون صوت هم فين؟ إذا كان كل المنتمين للأحزاب في مصر كلهم طبقا لقرق أوراق لجنة الأحزاب 612 ألف مواطن، كل المنتمين للأحزاب، والبيان موجود في أمانة لجنة الأحزاب السياسية، 612 ألف مواطن مصر، من كم بقى مقيدين في جداول الناخبين؟ 55 مليون 822 ألف. يعني الأحزاب كلها ما كملتش واحد من ألف من 100% من عدد المقيدين في الجداول. فبالتالي ليس لها أي تأثير. ما عنديش كتلة تصويتية. الأمر الثاني، الدكتور جنزوري مواطن مصري تولى مواقع سابقة، يقوم بعمل تطوعي بالنسبة لي إن عاوز يجمع شمل كل القوى المتنافرة والمتناحرة، إن إحنا نعمل قائمة اسمها قائمة الوفاق الوطني. هذه القائمة تبقى قائمة واحدة يجتمع حولها الشعب. من يرفض هذا؟ يعني أنا بقول لك تعالي نتوحد ونعمل قائمة واحدة وما نغلبش الناس، الناس ما تخشش وإحنا عندنا نسبة أمية عالية يبقى مش عارف يختار القائمة دي ولا القائمة دي ولا القائمة دي. لا، أنا أديله قائمة وطنية، ولما جيت توزيع هو حسبها زمان، حسبتها كده الاحزاب كلها عندها قد ايه والمستقلين عندهم قد ايه، فهو عاوز يعمل قائمه وطنيه اغلبها مستقلين ومطعمه بالوجوه الحزبيه، وقال ما ينضمش ليها لا رؤساء احزاب ولا نوابهم ولا امناء، لانه مش عاوز وجوه حزبيه مشهوره. قال الناس دي لو عاوزين ينجحوا ينزلوا فردي ويورونا شطارتهم في الفردي، هم مش عارفين ينجحوا فردي، هم عاوزين يركبوا الاتوبيس المكيف، مش عاوزين يركبوا القطار ويتعاملوا، عاوزين يتحطوا في القوائم، فعاوزين يعملوا القوايم فنسيبهم يعملوا القوايم. لكن انا شخصيا من الناس اتمنى ان مبادره الدكتور الجنزوري تنجح، وهتنجح وهيمشي فيها وزير قايمه، هو مش هيبقى موجود فيها، هو مش لن يترشح ولا يدخل الانتخابات، لكن هو بيعمل مبادره ان احنا نجمع الصف ونوحد كلمتنا ونقف، لان في قوه اخرى معاديه عاوزه تتحرك تهد المعبد وتبرجل للدنيا. احنا ما ننساش ان في احزاب اللي هي ضد 30 يونيو موجودين على الارض وبيحاولوا باي قدر، هم عارفين ان هم مش هينجحوا،
لكن طالما مش هعرف انجح استفيد من التفتت اللي موجود باي حال من الاحوال، فانا ليه اديهم الفرصه؟ فالاحزاب بتبص لمصلحتها وليس مصلحه مصر. لو هي بتبص لمصلحه مصر لازم تحط ايديها في ايد الدكتور الجنزوري، وده راجل قايم بمبادره، يعني نقعد على مائده واحده ونجمع الصف ونعمل قائمه اسمها قائمه الوفاق الوطني. هي دي الفكره اللي بيعملها الدكتور الجنزوري. برلمان مصر القادم هيكون عليه دور كبير جدا في مسألة الرقابة وأيضا التشريع، سواء التعديلات التشريعية أو سن قوانين تشريعية جديدة طبعا لحل المشكلات المتعلقة بالفساد والبيروقراطية وخلافه واللي شهدناها في الفترة السابقة. هل البرلمان القادم هيكون في حالة وفاق مع الرئيس سيكون يعني برلمان متوافق عليه من جميع الأطراف؟ بص، بالتأكيد 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 الأغلبية التي انتخبت الرئيس هي الأغلبية التي ستأتي بالبرلمان، وبالتالي أي حد يتحدث عن برلمان يصطدم بالرئيس هو لا يقرأ دروس التاريخ ولا يستطيع أن يحلل شخصية ونفسية المصريين. يعني احنا 23 مليون انتخبوا الرئيس، تفتكر انت ال 27 مليون اللي ما راحوش هم اللي يطلعوا وينتخبوا البرلمان؟ ما احنا خلينا يعني ربنا عرفوه بالعقل. يعني 23 مليون هم اللي راحوا انتخبوا الرئيس. ال 23 مليون دول هيروحوا يجيبوا ناس ضد الرئيس. طب هم كانوا جابوا الرئيس ليه ما هيجيبوا له ناس يعكسه وضده؟ لا. اللي بيفكر بكده ما بيقدرش يحلل صح ولا عارف شخصية الناخب المصري. أي ناخب مصري في الانتخابات القادمة لو لقى أي مرشح رافع شعار معارضة للرئيس أو بتاع، أنا مش عاوز أقول حتى معارضة، شعار إنه رايح البرلمان ده عشان يعطل للرئيس أو يعرقل الرئيس مش هينتخب. أنا عاوز برلمان يتعاون مع الرئيس، ما يبقاش تابع للرئيس لكن يتعاون طبقا للسلطات والسلطات، يتعاون للمصلحة العامة عشان يحقق أهدافه ومصلحة مصر. وأنا جايبك في البرلمان عشان توقف لي المراكب السايبة؟ لا طبعا. طب أمال أنا جايبك ليه؟ يعني مش ممكن. فإحنا البرلمان القادم رغم كل ان هذا البرلمان واخد صلاحيات ما خدهاش برلمان في التاريخ، وانا في تقدير الشخص هذه الصلاحيات لازم تتعدل. ما فيش برلمان في العالم يعني بالمواد اللي هو حطوها ديت مجموعه البرادع وفرقته اللي زجوا بيهم في لجنه 50، ومع كل احترام وتقدير للسيد عمرو موسى هو وافق عليهم ومشاهم، واحنا قلنا البرلمان يعدي، لكن هذا البرلمان فيها مواد مفخخه تجعل البرلمان لو مش برلمان توافقي يبقى هيبقى يحصل صدام، يبقى الدوله تحصل فيها مشاكل. خلينا نقف عند النقطه دي بالتحديد، برلمان تفخخي ده يحدث اذا كان هناك بعض المواد التي لها صلاحيات بالنسبه للبرلمان. تقصد الماده رقم 156 اللي بتخول البرلمان العديد من الصلاحيات، ام هناك مواد اخرى؟ لا، 151 و159 يعني في مواد كتير كلها بتختص بيها يعني استاذ محمود. يعني اول واحده لازم نتحدث عنها الماده 151. هذه المادة تتحدث عن أمر خطير جدا لم تشهده مصر منذ دستور 23، إن البرلمان أول ما يجي أي قرارات بقوانين طلعها الرئيس تعرض عليه، إذا وافق عليها خلاص، إذا رفضها يبقى الأثر الرجعي بتاعها. هذا الدستور أزال الأثر الرجعي كمان، يعني إذا رفضوا قانون يزال الأثر الرجعي. يعني قانون قناة السويس بتاع الشهادات لو اتعرض على البرلمان اللي جاي ورفضوا يتلغي الاثر الرجعي بقى، وتوقف الشهادات وتوقف الدنيا كلها. وبالتالي في مواد يعني من الخطوره بمكان، اذا لم نحسن اختيار البرلمان القادم يمكن ان تحدث مشاكل كثيره هترجع فوق دماغ المواطن مش على الدوله. اخيرا، حضرتك متوقع من يكون رئيس برلمان مصر الثوره القادم؟ يعني انا الاجابه على هذا السؤال تكشف عن جهل مني لو انا جاوبت، لان انا مش عارف، ممكن اقول واحد وما ينجحش يعني، واخد بال حضرتك. ولكن هناك شخصيات مرموقه، يعني الكثير من الشخصيات. انا اتمنى مستشار احمد الزني رئيس نادي القضاه، لان احنا محتاجين شخصيه قانونيه تفهم في القانون، مناضل في ثوره 30 يونيو، مش تبع فرقه عبده مشتاق، يعني ما بيجريش ورا كرسي البرلمان. اما من يتحدثون عن عمرو موسى فهو له الحب كل حب والتقدير، لكن لا يمكن من اصدر هذا الدستور اللي هيعدله البرلمان يتولى ان شاء الله باذن الله ياتي الصالح لمصر باذن الله. الكاتب الصحفي الاستاذ محمود نفادي، نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا برنامج 45 دقيقه، شرفتنا. ومشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام هذه الحلقه من 45 دقيقه، الى اللقاء.